عايزة أدي وصية لكل البنات، معلش سامحوني واسمعوا مني وما تزعلوش. لما تيجي بنت يوم خطوبتها أو يوم عقدها أو يوم زواجها وتكتب أخيرا بعد 5 سنين حب وبعد 3 سنين حب تم وبقى حبيبي وبقى زوجي وبقى خطيبي وبقى كذا، انتي بتعملي ايه؟ بتجهري بالمعصية؟ يعني انتي بتجهري انت كنتي بتكلميه وبتحبيه في الحرام وهتك ستر الله عليك وخاينة العهد اللي بينك وما بين أبوك وأمك، وتروحي تعلمي البنات ديك اسم تاني، يعني هتك ستر وده هتك ستر ربنا عليكي. رقم 2 ان انت بتعيني البنات اعملوا مثلي، انا بعد سنين الحب 3 سنين والخمس سنين احنا اتجوزنا، فتحملي اثقالك واثقال اللي معاكي كمان. والنقطة الاولانية، كل امتي معافى الا المجاهرين اللي بيجهر بالمعصية. ربنا سترك، تقومي جاية هاتك الست سترك والحمد لله وتزوجتي ده وربنا كرمك، تقومي جاية أعلنة دوت على الصفحات وعلى وتعيني وتقولي البنات تقول لك اه شفتي بقى دكتورة هالة وبعد الحب وبعد مش هيتجوزوا واحنا غلط غلط أصلا كلام، مفيش كلام. اللي عايزك يجي يخبط على باب البيت كده ويخبط على باب أبوكي كده ويخطبك من الرجالة اللي في البيت، لا في كلام ولا في اختلاط ولا في شات ولا في الكلام ده. العزيزة اللي تعز نفسها بعزة الدين والإسلام، لكن تيجي تجهري ليه يا بنات كده؟ ليه؟ وكمان تعيني البنات كمان اه بقى والحب والكلام فاضي طبعا. والله لن يجعل الله العز وجل البركة إلا في الطاعة، والله لن يؤتى ما عند الله إلا بالطاعة، وربنا عطوكي وربنا كرمك. اجاهر بقى واحمل اثقال اللي بيسمع زيي وهيعمل زيي اه كمان وانا احب وافضل معاه علاقه بالسنين وبعد كده امل يتزوج. انا عايزه اقول لك اصلا نادرا يا بنتي، يعني ان العبد لا يحرم من الرزق بذنب يصيب. ادعو الله سبحانه وتعالى يبصركم بالخير ويزوج يا رب كل بنات الامه الازواج الصالحين التقين، ويزوج شباب الامه بالزوجات التقيه الصالحه. اللهم ما تعمليش كده ما تعمليش كده. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.